أنا كنت غايب عن الوعي. سيدي المسدس هون. مو أنا يلي عملت هيك، كنت غايب عن الوعي، في حدا حط المسدس بإيدي. خود هاد، حط في موبايلك وجزدانك وخيطان الصباط ولقشاط وأي شي معك، خلي بس التياب اللي عليك. موبايلي ضايع. كيف هيك موبايلي كان ضايع؟ قلت لي ما معه؟ هاي مرتي عم تتصل، فيني احكي معه لو دقيقة واحدة؟ عكل خلص شحنه. طفى الموبايل. هاد محامي كمال. الو. مرحبا ست نارين، هلا اتصلوا فيني من قسم الشرطة، كمال بيك بالسجن. كيف يعني كمال بالسجن؟ ليش؟ بسبب ليفانت يعني؟ لسه ما بعرف اي تفاصيل، انا هلا رايح لعنده، بس قلت لازم خبرك. وانا جاية كمان، بعت لي عنوان قسم الشرطة لو سمحت. هو أنا جاية معك بنتي، استني خليني أجيب شنطتي. لا فخرية، أنت خليكي مع أمي، ما بدي ينشغل بالي، أنا بروح. طيب أنا بروح معك لك. No.
تمام سميسة؟ ايه منيحة، ما حدا يزعجني. شو بدي ساوي هلأ؟ لأنه تيابي وإيدي كلنا عليهم دم، دم ليفانت. اهدي بالأول، تخلصي من التياب قبل ما حدا يشوفهم، وبعدين كملي يومك بشكل طبيعي، اوعك تخلي حدا ينتبه. ماشي، رح ضل هادي. ايه هادي. كان عندي تيابون. أنا لما بقول رح أخدها والروح يعني رح أخدها بعد من طريقي. مو مشكلة، بكبس عزناد حتى بدون ما يرفلي جفني. خلي يضل حاله شوي مرت أخي. ما بعرف شو وضعه، بس إن شاء الله ما بتقوم منها وبتموت. لا لا لا، حتى لو مسكوه ما رح يشكوا فيني أبدا، وأنا ما قلت له يروح يقوصه. أساسا أنا كنت حاكي من موبايل تاني. عكلن بدي سكر منحكي بعدين. اجيت فورا بعد ما سمعت اللي صار. كيف اقول بيري هي منيحه؟ فوتوها على العمليات. الله يحميها لهالمسكينه. ابني عايش هلا، فضل قول بيري بدون ما تتردد ولا لحظة. رمت حالة قدام أمير، رمت حالة على الموت من دون حتى ما تخاف لتحمي أمير. ماشي ماما جاهدة، أنت لا تضايقي حالك، هلأ بيرتفع ضغطك بتمرضي لا سمح الله. حاولي تهدي شوي، رح تكون منيحة. كيف وضع؟ المريضة بحاجة نقل دم. هي أنا بعطيها زمرة دمي نفسها. تعال معي. ارفع ايديك لفوق، حطهم ورا راسك وانبطح الارض. يلا ايديك ورا راسك وانبطح الارض بسرعه.
ألو، إيه أنت؟ مضيع طريقك يعني؟ مبين من أوعيك أنك مضيع الطريق. ليش جابوك لهون؟ شو معنى هالشي اللي صار؟ مين عمل فيني هيك؟ بعد مسدسك بعد! اسكتي شوي! بكفي اهدي وقلا بعوصك عن جد! اتركني! أنسة ميسان، إذا محتاجة شيء قولي لي. أنا مو قلت لك ما حدا يزعجني، روحي. فهمت شي؟ قلي ليش كمال بالسجن؟ وينه هلأ؟ فيني روح شوفه؟ اهدي ست نارين، ما فينا نشوف كمال بيك حاليا. ليش ما فينا نشوفه؟ ليش؟ للأسف طلع الوضع خطير كتير. شو صاير؟ تفضلي عادي لحتى نحكي. لا أنا منيحة ما بدي أقعد. شو قصدك إنه الوضع خطير؟ كمال بيك متهم بجريمة قتل ليفان تيبر. ابني، من لما اجينا وانت واقف على رجليك عود شوي، تبرحت بالدم، هلأ بتتعب وبتدوخ. سفر واقف برا، رح اطلع قله يجيب لك شي تاكله. ابني ما في داعي. كانت العملية صعبة، رح ناخدها على عناية. الساعات الجاية حساسة كتير، بدنا ننطر. رح تكوني منيحة.
مستحيل هالشي. كمال حتى مو ممكن يأذي نملة، كيف بده يعمل هيك؟ أكيد في شي غلط، بيكون في حدا عم يفتري عليه. بترجاك إنك تساعده. ست نارين، أنا وكل المحامين بالشركة رح نبذل كل جهدنا لنساعد كمال بيك، تأكدي. وبعدين في كتير أحداث بتصير الشبهات، كمال بيك قال إنه كان عم يفوت على البيت وبعدها ما بيتذكر شو صار، في حدا تهجم عليه وضربه على راسه. نحتاج تسجيل المراقبة يلي بالبيت، يمكن نقدر نوصل لشي دليل. سهلة، أنا رح شوف التسجيلات. مارت، ما بدنا نضيع وقت أبداً، روح شوفهم. ست نارين لا تستني هون، روحي معه. فيني قبل شوف كمال كم دقيقة؟ دقيقة واحدة بس. ما في مجال نشوف كمال بيك اليوم. كمال بيك ما بده أي حدا منكم يخاف عليه، حتى طلب مني كمان إنه ما حدا يخبر أمير بيك أو أي حدا بالشركة باللي صار، وأنا هون حاولت أمنع أي بس ممكن يصير مشان ما ينتشر الخبر. طيب أنا رح روح ضبله كم غرض. ست نارين أنا هون، إذا بتحتاجي أي شيء خبريني فورا. خلصت من التياب مثل ما قلت لي، قطعتهم كلهم وحرقتهم. وانت شو عملت؟ قدرت توصل لتسجيل الكاميرا ببيته؟ حليت هذا الموضوع اصلا قبل ما اتعرض لكمال، وغيرت اتجاه كل الكاميرات اللي بالمدخل. ايه منيح، معناتها هيك ما ضل فيه ولا دليل، صح؟ حلو كتير. شوفي، في شي مشكلة؟ للأسف خضابة واطي كتير، الدم يلي نقلناه ما كان كافي، لهيك محتاجة دم أكتر. ماشي بتبرع. أخذنا منك من شوي، ما بيصير تتبرع مرة تانية. ابني، رح ينشروا إعلان يطلبوا فيه دم؟ هيك بياخد وقت، رح اتبرع. للأسف، ما فيني اسحب لك دم مرة تانية. في مشكلة؟ ايه، عم تقلي لسه محتاجة دم ما كفاها، أنا رح أرجع اتبرع، وأنا بتحمل المسؤولية وبقع على هالشي. طيب اسحبي له دم فورا، وبعدها خلي أمير تحت المراقبة. أخ يا ابني، أخ يا ابني. بسيطة. أنا وعدتك. كمال بيك؟ مسعود، عرفت نارين؟ ايه. وكيف وضعها؟
بصراحة مو منيحة أبدا. طيب إمتى فيني شوفها؟ هالشي مو ممكن حاليا. فيني أحكي معها على الموبايل؟ للأسف كمان هالشي مستحيل. مسعود ما في شي مستحيل، لاقي شي طريقة، بدي شوف نارين بأسرع وقت. أنا فهمانك منيح كمال بيك، بس أنت أدرى بهالإجراءات وبتعرفهم. إيه بعرف، بس لازم نلاقي طريقة. لا تقلق، أنا والمحامين رح نعمل كل شي بنقدر عليه لنطلعك من هون بأسرع وقت. بنتي حبيبتي، انتي قوليلي عندك اي شك بابني كمال؟ يا ترى معقول هو يعمل هيك شي؟ لا فخرية، بعرف كمال بريء، أنا متأكدة. لكن ليش هيك قاعدة وزعلانة؟ ليكي هو هلأ بحاجتك أكتر من أي وقت تاني، لازم تكوني قوية لتقدري تسندي، هاد هو الصح. البكي ما رح يفيدك بشي أبدا، خليكي قوية بنتي لتقدري توقفي جنبه وتطالعي من هالورطة الكبيرة، وهيك رح تثبتي لحالك ولكل الناس انك مرة قوية. معك حق يا فخرية، انا رح ساعد كمان لو شو ما صار. برافو بنتي نارين، يلي بعرفها هي هي ما بتخاف من اي شيء ابدا، وهي بتعرف إنه ورا كل مشكلة في سعادة. رح أقوم شوف مارت إذا وصل لشي. شو صار معك؟ اللي عمل هالشي مزبط وضع الكاميرات قبل، غير كل اتجاه الكاميرات يلي كانت بالمدخل. يعني قصدك ما في ولا تسجيل؟ شو رح نساوي؟ كيف رح نثبت براءة كمال بهالحالة؟ والله مالي قلب روح من هون، بس هلأ صار وقتي جيت يرجع من الملعب على البيت، رح أقول لسفر هو بياخدني. ماشي مليكة، ما لازم يجيت يعرف شي أو يزعل، يلا روحي أنت. إذا صار شي خبروني فورا ماشي؟ أكيد أختي مليكة، أنت لا تاكلي هم. تعالي أنا بوصلك لبرا. أخ يا أمير أخ، الممرضة حذرته من هالشي بس ما رد عليها، إن شاء الله ما يصد له شي هلأ. لا تخافي مرت أخي، أنت بتعرفي قدي أمير قوي وما بيتأثر بهالشي، بعدين أنا من زمان كتير ما شفت أمير بهالحالة. ما شفتي كيف ما تركه من إيده ولا لحظة؟ شو يلي ما تركه؟
شال جولبيري مرت أخي. أمير بيك أنت لازم ترتاح، هي توصيات الدكتور. ابني ليش ما بتسمع كلام الممرضة؟ اللي قدرتوا تمسكوا هالواطي قاسم؟ كيف يعني؟ ليش طولتوا كل هالقد؟ ليش ما مسكتوا لهلا؟ تولاي يمكن موبايلك اللي عمرن؟ ايه هاد موبايلي، غيرت نغمة الرنين يمكن لهيك ما انتبهت. هذا من الشركة رح شوف شو بده. بعرف رح تنبسط كتير إذا قلت لك ماتت، أنت خربت كل شي أصلاً. كنت ناوي تقوص أمير هيك اتفقنا؟ هي طريقتك لحل المشاكل؟ انتبه لكلامك معي منيح سيد قاسم، أنت ما عم تحكي مع الغبية بنت أخوك. نعلمك إذا بيصير أي شي لأمير، رح علمك من مين لازم تخاف من اليوم ورايح. ما تحاول تعمل شي من راسك مرة تانية. والله كان في مشكلة صغيرة بالشغل، بيضلوا يتصرفوا من راسهم، بس حليتها. ايه أنا رح روح أجيب قهوة. تمام. رح تتحسن. نبضة صار ضعيف كتير، رح نخسر المريضة. اصحيك كرمال يجيت، كرمالنا كلنا.
هذه الجرعة. جاهزة دكتور. لحالنا، خليكي لا تروحي لعند أمي. جولبيري تعالي بنتي. أمي تعالي بنتي. تعالي بنتي. بابا ستي. وافي أنا لازم روح، كلهم عم ينادولي، بدي روح على هداك الباب. أنا معك، رح ضل معك دائما. لا تروحي. لا خليكي. لا تروحي. خليكي. يلا ناظر، ابتسامتك الحلوة. فخرية قالت لي إنه ما أبكي، بس
ما عم اتحمل من دونك.